بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا في كل مكان عبر قناة الاتش بي سي، نحييكم من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، أو نهني الشعب المصري على مشارف الأرض ومقاربها بذكرى 51 لانتصارات حرب أكتوبر. سعداء يمكن عبر برنامج مصلحة وطن أن يكون في معيتنا القيادي أحمد صالح صلوح، رئيس الهيئة الشعبية القومية لنصرة الوطن. مرحبا بك عبر قناة الصحة والجمال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، معليك يعني عايزين نتحدث عن أبرز التحديات التي تواجه القوات المسلحة المرحلة، وكيفية يمكن للسلطات الوطنية الشعبية المساهمة في التغلب عليها. مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. أولا يعني نهنئ فخامة الرئيس السيسي والشعب المصري الشقيق انتصارات 6 أكتوبر 73، ونحيي الفصيل المتقدم من القوات المسلحة المصرية في ذلك الزمن، ونحيي أشقائهم السودانيين اللي كانوا في الكتيبة المتقدمة مشاركين في هذه الحرب اللي هي عبارة عن تاج في رأس الأمة العربية. وأحييكم في هذه القناة الفاعلة. ما في شك يعني كمقدمة، الشيء اللي حصل في السودان، الحرب اللي حصل في السودان تقريبا حرب غير مسبوقة، وحرب عد لها من قبل فترة طويلة. يعني مما كانت الحكومة بتاعت الإنقاذ مستمرة، كان هنالك إعداد يجري لهذه الحرب في السودان، وجاءت الثورة وجو الناس اللي متعودين على سرقة الثورات بجوازاتهم الأجنبية من كل حدب وصوب، وانقضوا على الثورة طيلة 3 سنوات قبل الحرب. يعني وجهت الثورة وجهات خاطئة، وعدت مناخ في الشارع مناخ خاطئ، وهيئت لهذه الحرب اللعينة. فحتى الفصيل الآن اللي اتحرق يعني اللي تمرد على القوات المسلحة هو فصيل كان أصيل بقانون يتبع للقوات المسلحة، والقرض منه هو يعني دعم القوات المسلحة. ولكن المدارس التخريبية اللي كانت معدة في السودان من قبل وبعد الثورة هي اللي جعلت من هذا الفصيل فصيل ينقلب على القوات المسلحة، وكل القوة اللي توفرت له. نعم، معاليك يعني يا ريت احنا نتحدث انه ما هي اشكال الدعم الشعبي الاكثر فعالية في رفع معنويات القوات المسلحة في الصراع الحالي. نعم، الحرب دي طبعا هي حرب كانت مفاجأة للقوات المسلحة، وجابت على حين غرة، والناس في البداية كانوا بيفتكروها حرب بين جنرالين، ده غاية للقوات المسلحة وهذا غاية للدعم السريع. ولكن المسألة اتجهت في أنها حرب ضد الشعب، بدليل التخريب اللي حصل، تخريب المؤسسات الحكومية اللي هي أصلا ملك للشعب، تخريب ممتلكات الشعب، القتل، الاغتصاب، النزوح اللي حصل لناس قهرا من بيوتهم. فالشعب انتبه انه هذه القضية ليست قضية حرب ما بين جنرالين او ما بين قوات وقوات، انما هي حرب مستهدف فيها الشعب السوداني. لذلك التف الشعب حول القوات المسلحة باعتبارها انها هي العمود الفقري للدولة، وانها هي رمز الوحدة الوطنية، وانها هي بتمثل سيادة وشرعية الدولة. فالمقاومة الشعبية جاءت تلقائيا بدون دعوة من الحكومة، وبالتالي نحن تقدمنا الصفوف فيها. والمقاومة الشعبية دي هي عندها أركان بتقوم عليها، طبعا الجيش هو المعني دستورا في الدفاع عن البلد، ولكن في الحالة دي بيبقى الدفاع عن البلد فرض عين وليس فرض كفاية، ليس هو مقصور فقط على القوات المسلحة. عشان كده تقدم الشباب، شباب السودان للميادين دفاع عن الوطن بالسلاح، وتقدمت الرأسمالية الموجودة في السودان
نعم معاليك ممكن بقودنا إلى إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب، ما هي الاستراتيجيات أو المبادرات المحددة التي تمتلكها الهيئة لإعادة بناء البنية التحتية والمجتمعات المتضررة من الحرب يعني؟ نعم، دعم القوات المسلحة يعني دعمها في كل الاتجاهات. السلام. والإعمار واحد من المهام الأساسية للهيئة، لأن التخريب اللي حصل في البلد لو شفته بعينك تخريب حكاية ضخمة بصورة غير طبيعية، وبالتالي بيحتاج لكل الجهود. نحن مهمتنا تعبئة المجتمع، مهمتنا جلب القدرات وتسخير هذه القدرات لصالح الإعمار، لأنه ما في مرفق حكومي أو غير حكومي ما دخلته يد التخريب. فبالتالي نحن بنهيئ الناس. نحن الآن همنا الكبير هو إخراج هؤلاء الناس من البلد، ده الهم الأولاني. ثم من بعد الإعمار من بعده، يعني إحنا الآن بمجرد من نطلع الناس اللي يطلعوا من أي موقع طوال بيبدأ فيه التعمير، بتجي نحن المنسقيات بتاعتنا الشعبية وهيئاتنا الشعبية والناس في المقاومة الشعبية، فيهم الطبيب وفيهم المهندس وفيهم الزارع وفيهم العامل، هؤلاء يتضافروا جميعا في انهم يعملوا الاعمار اللي يفترض يعقب هذا الخراب. نعم، سعادتك ده برضه بيقودنا انه يعني كيف تخطط الهيئه للتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين في جهود اعمار اعاده الاعمار؟ نحن على المستوى المحلي الهيئه موجوده في كل الولايات في السودان. نعم، موجوده في كل المحليات في السودان، الان عندها افرع شديده شغاله. نحن على مستوى العالم نحن عندنا يعني مكاتب منتشره، واحده من اهم الهيئه دي الدبلوماسيه الشعبيه، لانه نحن يعني مهمنا برضه نعرف بالقضيه دي. فالان عندنا نحن هنا مكاتب في جمهوريه مصر العربيه، السلام، موجوده عندنا في امريكا، يمكن شفت الناس اللي قابلوا الفريق البرهان. نعم، في امريكا جيش واحد شعب واحد. هذا عمل بتاع الهيئات اذاعتنا الشعبيه دي، بنهيئ نحن كل مجتمعاتنا في الدنيا، وخاصه وسائل التواصل دي اللي سهلت على الناس الاتصال. في اي موقع نحن عندنا ناس موجودين، بنربط القضيه دي مع بعضها. فالقضيه اول حاجه محتاجه الى حراك يا اخي مجتمعي ضخم جدا، ومحتاجه لتغيير مفاهيم. كثير من العالم لا يفهموا الذي يدور الان في السودان، يفتكرونه مجرد حرب، اما حرب بين جنرالين زي ما قلت لك او بين جيشين او بين قوتين أو حرب قبلية، ولكن ليست هي هكذا. نعم، التقيتم أيضا. نعم، التقيتم السيد رئيس مجلس السيادة في الأيام السابقة، نتحدث عن زيارتكم للسيد رئيس مجلس السيادة سعادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان. نحن التقينا مع الأخ الرئيس رئيس مجلس السيادة أكثر من مرة. نعم، ونحن كهيئة شعبية نخطط أول حاجة لخروج العدو، وساهمنا مساهمة واضحة جدا في الحتة دي. نعم، ونخطط في أن نعرف بالقضية دي. نعم، ونخطط في أن نعمل الإعمار. فاجتماعاتنا مع الأخ الرئيس كانت اجتماعات إيجابية، وهي كلها ماشية في هذا الاتجاه، وهو مستوعب الدور الشعبي ومنظمات المجتمع المدني، ومستوعب القيادات اللي أصلا وطنية هي بتقوم بأدوار كبيرة جدا. فبالتالي يعني المساحة قدامنا نحن واسعة في أن نحن نعمل عمل شعبي بحت، ليس عمل حكومي. نعم، ولا مدعوم من قبل الحكومه. السلام. ولكنه عمل نحن متبرعين به، وعمل شعبي بحت. نعم، نذكر كل المشاهدين ان ضيفنا في هذه اللحظات القيادي احمد صالح صلوحه رئيس الهيئه الشعبيه القوميه لنصره الوطن. معاليك يا ريت ايضا نتحدث عن كيفيه يمكن تعبئه الشعب السوداني او الشباب السوداني في المجتمع المدني لدعم القوات المسلحه والمساهمة في التعافي ما بعد الحرب يعني. نحن المهم عندنا إزالة خطاب الكراهية. لا، لأن الحرب دي أفرزت يعني تفكك مجتمعي كبير. نعم، سيما إنه بعض القبائل اتهمت بأنها هي حواضن. نعم، للدعم السريع. نعم، مهمتنا نحن نرتق النسيج الاجتماعي. السلام. ونقوي اللحمة الوطنية، لأنه صاحب القضية اللي أصلا عايز يفتت السودان ده
عايز يدخل من هذه المداخل. نعم. انه تتباعد الصلات الاجتماعيه ما بين مجتمع السودان، تتفكك العلاقات ما بين مجتمعاته، بالتالي الدوله تضعف وسيطرتها تضعف على مجتمعها، وتتقسم الدوله الى دويلات. نحن الان عندنا خطه كامله متكامله في ربط النسيج الاجتماعي، وفي ازاله خطاب الكراهيه، وفي توحيد الخطاب السياسي وتوحيد خطاب القضيه. وبالتالي لو انتم متابعين معانا في الميديا، نعم، وفي الاعلام، نحن جمعنا كل تنسيقيات السودان من القبائل المختلفه من غرب وشرق ووسط وشمال، جمعناهم نحن في العاصمه الاداريه بور السودان تحت مسمى واحد، انه حلف الكرامه. حلف الكرامه، كل القبائل دي تحالفت فيه وتواثقت فيه. ما بننفي بانه نحن في بعض القبائل تقدمت في التخريب وفي الانتماء للدعم السريع اكثر من الاخرى، ولكن الناس كلها شاركت بقدر من المقادير. نحن الان بنحاول نزيل هذه المفاهيم، وبنقرب الشقه ما بين القبائل، وبنحاول يعني نمسح خطاب الكراهيه حتى يعين السودان يعود معافى. نعم. ان شاء الله. طيب، هل هناك مشاريع او برامج محدده تستهدف تمكين الشباب واشراكهم في اعاده البناء الوطني؟ اي نعم، نحن بنخطط في انه نحن يحصل استيعاب في مؤسسات مجتمعيه، مجتمعات بعد مجتمع مدني تستوعب الشباب في المرحله القادمه. الدوله قد تكون متعسره جدا ومتخلفه جدا حسب ضعف الامكانيات الموجود، ولكن الهمه الشبابيه والتطوع الشبابي والمنظمات الشبابيه والوطنيه هي من شأنها ان تخلق المناخ المناسب في انه توجد للشباب مساحه للاعمار ومساحه انهم يتقدموا الصفوف. ونحن بنشكر شعبنا، وبنشكر يعني مجتمعنا، وبنشكر شبابنا الوطني من اهل السودان. الان كلهم يعني تفهموا القضيه، والان كل في مجاله بتاع الاعمار، البيكاتل بسلاحه، البيكاتل ببناء التخريب اللي حصل، البيكاتل بموقف وطني كبير. ما في دول الان في السودان قاعد سايب، كل الناس دي الان مجتمع فينا لابد من ان تعيد الامن والاستقرار والطمانينه والاعمار للسودان. نعم. معاليك، ايضا يعني كيف يمكن للسودان تجنب الوقوع مره اخرى في الصراع وضمن والسلام والتنميه المستدامه؟ نتحدث في ذلك. والله انا اقول لك يا اخي، السودان مستهدف. نعم. ومستهدف بثرواته وبأرضه الواسعة وبخيراته ومياهه. وإذا قلت لك الحكاية بتنتهي بين يوم وليلة، جايز أكون ما صادق في الحتة دي. الحكاية دي الاستهداف مستمر. لكن كيف نحن نقوي عودنا في أنه نقاوم هذا الاستهداف ونتعلم من الدروس؟ نحن الآن الشعب السوداني يعني ربنا ضارة النافعة. الحرب دي على الرغم من الضرر بتاع البليق على الناس، ولكن قطعا حتعيد صياغة المجتمع السوداني وتعيد صياغة الشعب السوداني، وانا متاكد حنطلع نحمي الحرب دي اكثر قوه ان شاء الله. نسال الله سبحانه وتعالى ان يصلح حال البلد. نتحدث عن كيفيه الدعومات اللي بتجيكم سواء كان من خارج السودان او داخل السودان. نحن ما في اي دعومات بتجينا من خارج السودان. يا سلام. كل الجهد اللي جهدي داخل الشعب، حتى نقول ابناء السودان اللي هم خارج السودان. ايوه، ابناء السودان دي ما ده جزء من السودان. نعم. نحن كل اولادنا المغتربين اللي خارج السودان والله يدهم مع اهلهم. انت عارف الحرب دي طبعا قطط على اليابس والليل. الناس الموجودين داخل السودان محتاجين لايادي من برا تفزعهم، والناس الخارج السودان اللي موجودين في الدول المجاوره وخاصه في جمهوريه مصر العربيه هنا، الناس طبعا بياكلوا من سنامهم، ما عندهمش امكانيات، ما في شغل. الناس المعتمدين على ابنائنا اللي كانوا في الخارج، والله الشعب السوداني ده فيه تكافل لا يمكن ابدا تتوقعه. ليس بالضروري انك انت تتوقع شيء من ولدك ولا من اخوك شقيقك، تتوقع من اي سوداني تحسسه بانك انت في حاجه للمساله دي. فتضامن ابنائنا معانا من الخارج، نعم، كان له اثر كبير جدا. يا سلام. طيب، ايضا نتحدث نقول قوات الدعم السريع المتمرده ارتكبت جرائم ضد الانسانيه، اقليم دارفور، اقليم كردفان، ولايه الجزيره. يا اخوي اصل الدعم السريع ده ما قصر من حته السودان. ما في حته الدعم السريع ده ما
خط كراعي فيها الا ودمرها. اول حاجه العاصمه دي بتجمع كل اهل السودان، العاصمه دي حق القبيله، خرطوم دي، خرطوم بحر من درمان دي حق الشعب السوداني كله. الدمار اللي حصل فيها لا يمكن تتوقعه، الدمار دخل لكل بيت، الخراب دخل لكل بيت، الناس نهبوا العربات، الناس اغتصبوا الحرائر وساووهم الان سبي في دول مجاوره، يعني ارتكبوا الفظايع في الاذاعه والتلفزيون، ارتكبوا الفظايع في مدني، قرى امنه ما عندها علاقه بالحرب. نحن الحروب دي اصلا بتدور ما بين الجهات المسلحه، نعم، والاستهداف بيحصل للجهات المسلحه. يعني احنا الدرمان دي ابيحت في كرري، لما جو الخواجه جو المستعمر دخلها، لكن اللي عملوه في الدرمان، اللي عملوه النازل الان في السودان، نعم، الخواجات اللي جونا من برا ما عملوه ابدا. فالتخريب طال كل الناس في دارفور، في كردفان، في الجزيره، في النيل الازرق، في النيل الابيض، في القضاء، في اي موقع الناس خطوا قرآن فيه عاسوا فيه فسادا، وكانهم هم من بني جلستنا، من بني جلدتنا، والحقيقه هم ليسوا من بني جلدتنا. يعني معظم النازل ناس مرتزقه من دول مجاوره، والصور والشواهد والمستندات اوضح ذلك يعني بصوره واضحه. نعم، معظم الناس اللي احنا قاتلتنا 17 دولة، اما بطريقة رسمية او بطريقة غير رسمية. نعم، 17 دولة اشتركت في الجريمة دي اللي على السودان دي. نعم، عبر أسير او عبر برنامج مصلحة وطن، احنا ناخذ فاصل قصير ونرجع نتواصل مع كل المشاهدين الاحباب عبر برنامج مصلحة وطن. رجعنا اليكم احبابنا المشاهدين في كل مكان عبر برنامج مصلحه وطن عبر قناه الاتش بي سي، وضيفنا في هذه اللحظات القيادي احمد صالح صلوحه، رئيس الهيئه القوميه الشعبيه لنصره الوطن. مرحبا بك من جديد. وعليكم السلام. معاليك، احنا يا ريت نتحدث عن مثلا المواضيع التي توجه المحادثات مع التركيز في القضايا الحاسمه المتعلقه بدعم القوات المسلحه واعاده بناء الامه، نتحدث عن ذلك. نفتكر الآن مكرهون أخاك لا بطلوا، الموقف اللي احنا فيه كشعب سوداني وقوات مسلحة احنا مضطرين له، لأنه موقف فرض علينا، وبالتالي قضية حياة أو موت. من هنا نحن بنقول الجيش السوداني قدم دروس للعالم في الثبات وفي التقدم المنتظم وفي التاكتيك العلمي اللي يفترض يدرس في المؤسسات العسكرية. نعم، نحن بنقول ده جيش عمره 100 سنة. السلام. وجيش الشادوية والأعداء قبل الأصدقاء، والآن التقدم اللي حصل ده، السلام، نشاهد الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة كل المحاور. نحن بنهيئ لمستقبل أفضل، لجيش محترف أكثر، لجيش مش باللسان بتاع الناس اللي بيقولوا معليش ما عندنا جيش. يا سلام، دي الناس ضد الوطن. ما فيش دولة عندها قيمة بتضعف من قوات المسلحة. نحن كل الطاقات تبذل لتقوية القوات المسلحة، ثم من بعد لابد من ترسيخ المفاهيم بتاعة الشعب يحكم الشعب. ما في زول يجي يتسلط على الشعب السوداني. الشعب السوداني ده لا فيه ملوكية ولا فيه أمارات ولا فيه، شعبي حر جو وقت يعني اتفقوا على أن يكونوا هكذا، يكونوا كشعب السوداني. الطينة بتاعة الشعب السوداني دي طينة ما بتقبل الاستعمار وما بتقبل الحقارة. بالتالي نحن متأكدين عن طريق قواتنا المسلحة القوية
اللي بتحمي بابنا ان احنا نستطيع كمجتمع مدني نؤسس لحكم راشد، حكم مستقر بدستور دائم. صناديق الاقتراع هي الفيصل، هي اللي بتقول رايها في مين يحكم السودان. نعم، معاليك ايضا كيف تخطط الهيئه لمعالجه قضايا الاسر النازحه ودمجها في الاقتصاد الوطني؟ نحن اولا الناس يرجعوا بيوتهم. السلام. دي الخطوه الاولى. الولد لما رجع بيته تلفت يمين وشمال يلقى نفسه هو في بيته، بيرجع له عقله وبترجع له حياته الطبيعيه. وبعد ذاك مساله العلاج الجراحات، الشعب السوداني الان محتاج لعلاج اقتصادي، محتاج لعلاج نفسي، محتاج لعلاج عضوي، لانه التخريب اللي حصل فيه ده تخريب ليس بالساهل. فبالتالي نحن الان نخطط، عندنا نحن مكاتب متخصصه في كل الاتجاهات في انها تستوعب الاشياء دي كلها في الشعب السوداني المقبل على وطنه. نحن بنقول انه محل نحن بنحرر موقع بالضروره اهل الموقع يجوا ويقعدوا فيه ويبدوا حياته، والشعب السوداني قادر في انه يخلق حياه جديده مستقره وحياه ما فيها مجال ثاني لعميل ومجال لزول جاي بمفاهيم مستورده وبارتزاق، ما في مجال لحكايه بالشكل ده. نعم. ان شاء الله نتحدث عن مثلا هناك مبادره من الهيئه لايقاف الحرب الحاليه. نحن اصلا الشعب السوداني يقول عايز الحرب تقيف، لكن متى تقيف وكيف تقيف؟ صح، ده السؤال. يعني ناس بيقول لك لا للحرب دي، ايوه لا للحرب، لكن مش معناها كل شيء يكون كما كان عليه. يعني الناس اللي بيقولوا لا للحرب دي معناها الطرف المعتدي اللي دمر السودان ده محلو قاعد الان يكون قاعد. يكون قاعد في القياده العامه، يكون قاعد في القصر الجمهوري، يكون قاعد في كل المفاصل اللي كان قاعد فيها ده ما كان هو جزء من الحكومه. دي الناس اللي بيقولوا لا للحرب. نحن بنقول لا للحرب، لكن الناس اللي يطلعوا. هذا الدعم السريع يخرج من بيوت الناس ويخرج من الاعيان المدنيه. نعم. ويطلع من الدائره بتاعت الامن بتاعت البلد، لانه هو جاي اصلا لمهمه محدده، ما جاي عشان يا اخي يدمر البلد. يطلع ويكون في معسكرات محدده وبالتالي تحفظ لهم ارواحهم وبالتالي يعمل لهم تسويه. خروج امن، ده وقف الحرب اللي نحن بنعرفه. نعم. لكن وقف حرب لا للحرب، والحرب الناس قاعدين بقوتهم وبكاتلوا في الناس، وانا ما قادر امشي بيتي وانت ما قادر تمشي بيتك. دي الكلمه دي هنا مرفوضه في الحته دي، ودي قولت حق لكن مراد بها باطل. نعم. فنحن دي ما بنقبلها اصلا. نعم، هناك يمكن مستشفيات كبيره خرجت عن الخدمه، يعني دور الهيئه في انها تقدر توفر بعض الادويه او صيانه بعض المستشفيات. المساله مربوطه بالامان. نعم. يعني وقت ما يكون في مستشفى امن، الهيئه عندها طواقم بتاعتها المختلفه. نعم. بتعمر مستشفيات، بس المستشفيات اللي تحررت في درمان والناس رايحه تتحرر في بحري وفي الخرطوم، اول ما يكون في امان نحن كل الاجهزه بتاعتنا بتكون موجوده. الهيئه بتكون حاضره بكامل قواها، الهيئه دي يعني متاصله في مفاصل المجتمع كله، في الاطباء في المهندسين في غيره مما جميعه. فالنفرات دي بتبقى نفرات بعد ذاك وقت ما يتوفر المناخ الامن هي بتكون موجوده. نعم. ان شاء الله. معليك احنا يمكن الزمن في خواتيم الحلقه، الزمن سبقنا زي ما بيقولوا، رساله في دقيقه توجهها. نحن بنحيي جمهوريه مصر العربيه. السلام. اللي استضافتنا. انا جيت مصر ده اكثر من مره، لكن الان دي جيت بحس زي ما كان انا في بلدي. ونحن الرساله بنقولها لكل اللي تعاونوا معاني ايجابا وحسوا بحساس السودان، والسودان ده يده دي مدخله في اي موقع نحن ساهمنا فيه. نعم. الدويله اللي بتقاتل فينا دي نحن اللي صنعناها من عدم. التحيه لكل قواتنا المسلحه في كل اركان البلد ان شاء الله. ان شاء الله. ولكل قواتنا الصديقه جدا في القوات المشتركه وفي الجهاز الامن والمخابرات وفي المتطوعين وفي القوات الخاصه في المجاهدين. نعم. في النفرات الشعبيه التحيه اليوم. نعم. ونقول لهم انهم قاموا بالواجب.
شكرا وربنا يجزيهم خير إن شاء الله. شكرا جزيلا محتمل مستمعينا الأحباب. يمكن دي كانت حلقتنا من برنامج مصلحة وطن، كنا في ضيافة القيادي أحمد صالح صلوحة رئيس الهيئة الشعبية القومية لنصرة الوطن. التحية للقوات المسلحة بقدر ما قدمت لهذا الوطن من عطاء متواصل. أفنوا زهلة شبابهم، ألا يعرفون إلا السودان وطن العز والكرامة. تحياتي حسن كنين، برنامج مصلحة وطن.